هواها مصري على راديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. طيب قلنا في بدايه الحلقه ان احنا عندنا حدث هام النهارده ان شاء الله الساعه 11 بالليل، وهو انطلاق القمر الصناعي 301 الجديد. احنا عارفين طبعا زي ما قلنا التحول الرقمي اللي بيحصل في مصر لكل الحكومه المصريه سواء الوزارات او الهيئات. هناك بعض المناطق النائيه كمان في مصر محتاجه دخول الانترنت ويكون شبكه تغطيه عريضه جدا الفتره اللي جايه. مشروعات البنيه الاساسيه اللي احنا بنتابعها اول باول، المجتمعات العمرانيه الجديده بنشوف امتداد لكل المحافظات بالاضافه لمجتمعات جديده بتتخلق من اول وجديد، حقول الغاز كمان سواء في شرق المتوسط او حقل ظهر. عندنا تفاصيل كتير وعندنا استخدامات كتير عايزينها الفتره اللي جايه في التطور في البنيه التحتيه او في الانشاءات او في المشروعات اللي بتقوم بها الدوله المصريه. طب ده لازم يتبعه كمان تطور في شبكه الانترنت، هيكون من خلال القمر الصناعي ان شاء الله 301 اللي هينطلق النهارده الساعه 11. خلينا نفهم تفاصيل اكتر من اللواء مهندس حمدي منير العضو المنتدب للشؤون الفنيه لشركه النايل سات. على اشكرهم الاول كمان على المجهود الكبير الصراحه اللي بيتم وتضافر الجهود والفكر والاستراتيجيه مع الدوله. يا باشمهندس مساء الفل. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ الف 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 مبروك، وان شاء الله انطلاقه قويه باذن الله للقمر سات النهارده ان شاء الله. مبروك علينا كلنا، مبروك على النايل سات، مبروك على 90 90، مبروك على مصر كلها. اتفق معاك تماما لان هو هيخدم مصر كلها فعلا باذنك يا رب. هو النهارده باذن الله هيتم اطلاق القمر الساعه 11 وثلاث دقائق بتوقيت القاهره، الساعه 5 وثلاث دقائق بتوقيت كاب نبرا اورلاندو ولايه فلوريدا الامريكيه. القمر دوت قمر بنشتغل عليه اكثر من 4 سنين، حوالينا سنة ونص في التصميمات وزيارة الشركات عشان نعرف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. وبالفعل القمر النهاردة أول ما حدث بحاجة لما بتقول التكنولوجيا والعلم ومركبته، أنا بتكلم النهاردة إن لو حصل على أي قناة تلفزيونية تشويش، إحنا عندنا الأسلوب المعالجة الميتيجيشن، يعني اللي هيشوش عليه على القمر على اي قناه تلفزيونيه انا هقدر اعالجه. المعالجه دي كانت بتتم زمان باكتر من قمر، لازم يبقى معاك اكتر من قمر. النهارده اعلى تكنولوجيا موجوده على القمر متمثله في التشويش والمعالجه، ده رقم واحد. تمام. رقم اثنين، احنا عندنا خدمه جديده اللي هي خدمه الانترنت الفضائي. خدمه الانترنت الفضائي في جمهوريه مصر العربية اللي بنسميها برودباند. طبعا احنا عارفين ان احنا مصر ما فيها شبكة فايبر وفيها شبكة نحاسية، لكن في مناطق لا نصل اليها لا بالفايبر ولا بالكبر، وبالتالي ده البديل الوحيد اللي نقدر نعمل بيه اللي هو الانترنت الفضائي. فالنهاردة انت بتضيف خدمة جديدة مش متوفرة ومن الصعوبة توفيرها. يعني انت لو دخلت في الصحراء اي منطقه في جمهوريه مصر العربيه بالتاكيد بتصرف، مش عايز اقول مليارات، عشان تصل لهذه الخدمه. صحيح. دي الخدمه الاولى. النهارده برضو بنتكلم على القمر، ان القمر بيغطي مناطق جديده، المنتصف الجنوبي من قاره افريقيا، دي ترددات جديده في الحيز الكيو. النهارده عندنا ترددات جديده اسمها الدبليو ار سي 15، دول 12 قناه قمريه بيغطوا بيضيفوا للميما ريجون على الترددات اللي موجوده، وكذلك دول حوض النيل. يبقى ديت احنا لو بنتكلم على المهام، احنا توسعنا في المهام اللي عن 201، بالاضافه الى في خدمه اساسيه الا وهو تامين الاداء للقمر 201 حتى عام 28. دي ملخص الخدمات اللي موجوده. يا برضه بنتكلم نقول ان النهارده في اثناء التعاقدات اللي تمت كلها بنقول انها تمت بكل شفافيه ولم نراعي فيها اي شيء غير صالح الشركه، صالح مصر، صالحنا كلنا، من ناحيه انك انت بتختار احسن حاجه وبافضل سعر واخر تطور في الحاجه كلها. والترسية اللي جت النهائية جت في وجود الأجهزة الأمنية، يعني الأجهزة الأمنية كانت حاضرة كلها. الشرح النهائي إن إحنا بنقول تقدم شركة كذا وكذا وكذا، كل شركة فيها ماذا، وفي الآخر إحنا بنستقر على الشركة الفلانية
بما فيها انها افضل سعر وافضل خدمه. فبفترض ان هو نموذج القمر 301 باذن الله نموذج في كل شيء. نموذج في كيفيه التعاقد، نموذج في كيفيه جمع الخدمه من اول يوم اشتغلنا فيه. باذن الله النهارده احنا شركه القمر مصنع من شركه تلس الفرنسيه، والاطلاق هيتم مع شركه سبيس الامريكيه سبيس اكس. تمام. ومش عايز اقول الدولتين العظام دول احنا العلاقه اللي تربطنا بيهم ايه. صحيح. يعني ده موضوع يعني خارج على الحديث. صحيح. ليه يعني وده هيكون حديث طويل مطول يعني. المواطن العادي اكبر شركه، المواطن العادي بيسمعنا دلوقتي الانطلاق النهارده ان شاء الله يقدر يقول يحس بالخدمه للقمر الصناعي سواء من القنوات القمريه او بتغطيه شبكه الانترنت من امتى تقريبا؟ هقول لي معليك. هو النهارده باذنك باذن الله احنا عندنا منطقه بنطلع عليها اللي هي العشرة وربع وسط. فاول رحله لينا لاطلاق النهارده هنصل للنقطه الاولانيه هي العشرة وربع درجه غرب في خلال لغايه يوم يعني نقول في حدود 12 13 يوم، وهنستمر هناك حوالي برضو اسبوعين، وهنتحرك من السبعه من العشرة وسط يوم 11 نصل باذن الله موقعنا النهائي يوم 15 يوليو. هي. وفي 15 يوليو بيبقى في ما يسمى الان اوربت تيست. الان اوربت تيست هي الاختبارات النهائيه. انا حقيقه كمهندس ما ببقاش مستعجل على انهاء الاختبارات. بالزبط. انا لازم اخد حقي ولازم اتاكد من كل شيء، ولما اتاكد من كل شيء اولا المسؤوليه حاليا دلوقتي من الاطلاق حتى الهاند اوفر دي مسؤوليه الشركه المصنعه، وبالتالي انا من حقي وبركز ان انا احاول اخد اقصى قدر من التجارب الجيده اللي تثبت لي بيها كفاءه هذا القمر قبل ما استلمه من الشركه. وبعدين ده قمر حياه 16 سنه 17 سنه. صحيح. فالنهارده انا مش هدخل على شهرين من النهارده، نقول شهرين اختبارات ورحله واستقرار والتاكيد على كل شيء. بس انا اطمنك امبارح او يعني النهارده امبارح كان القمر جاهز على وضع الاطلاق. انا بقى لي هنا 10 ايام. تمام. حضرت كل التستات النهائيه الانطلاق، كنت حاضر ويتنس عليها. قعد كل التجهيزات اللي تمت من اول الوقود بتاع القمر القمر مع الكبسوله، كل الكلام ده الحمد لله بنعمه بفضل ربنا وبنعمته علينا ان كل الاختبارات وكل التركيبات وصلت الى اعلى مستوى وبدون ادنى مشكله، يعني ما فيش اكشن كنا بناخده الا ونلاقيه الحمد لله الدنيا ما فيش اي عرقله او نتيجه سبب عطل نتيجه لا الحمد لله شركه محترمه شركه تلس، شركه محترمه شركه سبيس اكس، وربنا يوفقنا النهارده بالليل ان شاء الله باذن الله. كل الشكر سياده اللواء مهندس حمدي منير العضو المنتدب للشؤون الفنيه لشركه نايل سات من فلوريدا من امريكا.